وينضم إلينا عبر الهاتف الناقد الرياضي الأستاذ أحمد سعد. أستاذ أحمد، كيف رأيت انتقال أو بالأحرى إعارة عبد الله السعيد لنادي كوبيون حتى يتسنى له ممارسة كرة القدم حتى موعد نهائيات كأس العالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا أنا بعتبر إعارة عبد الله السعيد لنادي كوبيون الفنلندي هي بمثابة العقوبة، خصوصا أنه هو يعني عبد الله السعيد يعتبر هو اللاعب الأفضل حاليا، اللاعب المحلي الأفضل في مصر حاليا، واللاعب الدولي الأفضل بعد محمد صلاح بطبيعة الحال. نادي كوبيون طبعا الفنلندي نادي مقمور، والكرة الفنلندية كرة ضعيفة، وكان تردد أنباء على أنه محمد عبد الله السعيد جاله أكثر من عرض من أندية أخرى، ولكن الأهلي استقر الحال دي أنه هو يعيره لنادي الفنلندي. طبعا يعني أعتقد أنه الأهلي يعني بتعامل مع عبد الله السعيد في هذه الفترة بشكل سيء للغاية. يعني طبعا بعد ما يعني عبد الله السعيد وقع لنادي الزمالك وتسبب في حرج كبير للنادي الأهلي. هذا بالتحديد ما أود أن أسأل عنه أستاذ أحمد، هل يستحق عبد الله السعيد هذه المعاملة من إدارة النادي الأهلي؟ لا، للأسف الشديد إدارة النادي الأهلي والإدارة الرياضية في مصر كلها للأسف ما بتتعاملش بطريقة احترافية بالمرة، وإنما بتتعامل بطريقة كيد النساء، يعني إذا صح لنا التعبير، اللي هو أنا طب أنت وقعت النادي الزمالك، طب أنا هوري لك. ولكن أستاذ أحمد، أنت تعرف أن النادي الأهلي معروف بصرامته فيما يخص اللوائح الإدارية والتنظيمية. معروف معلش هو معروف بصرامته في تنفيذ اللوائح والقوانين، لكن لا يمنع الأمر من ممارسة الأمور بشكل شخصي أو بشكل لحفاظ ماء الوجه أمام الجماهير وأمام الرأي العام، خصوصا أن عبد الله السعيد تسبب في طعنة كبيرة جدا لما وقع لنادي الزمالك، بما معناه أنه هو يعني مش عايز النادي الأهلي وما يهموش النادي الأهلي، فبالتالي النادي الأهلي بيتعامل بشكل طب أنا هوري لك أنا ممكن أعمل إيه فيك. وده يعني مسألة النادي الأهلي ما هوش نادي يعني منزل من السماء، ولا المسؤولين اللي فيه ناس منزلين من السماء، وانما ناس بيتعاملوا بعقليه مصريه بحته، وبعقليه للاسف الشديد بيغلب عليها الطابع المحلي البحت البعيد عن اي احترام. الناقد الرياضي الاستاذ احمد سعد، شكرا جزيلا لك.